فضيلة الشيخ، سائل يقول: قرأت حديثا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر حجة، فما مدى صحة هذا الحديث؟ والله لا أعلم هذا الحديث، لكن السعي إلى الصلاة هذا طاعة لله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: في الذي يذهب إلى المسجد أن كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فالسعي إلى الصلاة عبادة، وخطواتك إلى المسجد عبادة، كل خطوة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة.